السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، أش أخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وعيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية. تدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، واش ما كتمنوا إن شاء الله يا ربي. اللي كيتمنى شي حاجة إن شاء الله الله يعطيها ليه، اللي بغى النجاح الله يعطيها، اللي بغى الدرية الصالحة الله يعطيها ليه، اللي بغى شي عمل الله يعطيها ليه، اللي بغى يجي لأوروبا الله يسهل لي الامور، اللي بغى شي خدمه الله زعما يسهل لي الخطوات ديالو، اي حاجه كيتمناها الله يعطيها لي. كما شفتوا في العنوان ديالي هاد لا فيديو، هذا ماشي بحال العيد الاضحى، يعني بغيت نوصل لكم بان الغربه فريمون صعيبه، ما فيهاش، ما كنحسوش بالطعم العيد سواء عيد الصغير سواء رمضان سواء عيد الاضحى. يعني حنايا في اوروبا كنكونوا هنا في هاد الاوقات هذه اللي كنحسوا بان حنا فريمون في الغربه، مي كنكونوا في النهارات العاديين تلمو كنكونوا مشغولين بالخدمه وبالدار داكشي، ما كنحسوا حتى شي حاجه، يعني الغربه كتكون عندنا عاديه، ولكن في هاد الاوقات هذه كنحسوا بان حنايا مقطوعين من شجره، واخا حنا ماشي مقطوعين من شجره. اليوم اختكم هاجر ماشي هذيك، لان انا اليوم ما خداماش، ولكن الزوج ديالي خدام، ما خارج حتى العشيه. مشيت كنقلب على، مشيت زعما كنقلب على على فين نذبحو، حيت كاينين شي زعما شي واحد السيده، من السيده خدامه معايا قالت لي راه كاين واحد بلايص كتجيبي الحاولي ديالك وكتذبحيه وكتديه. العام اللي فات كنت عيطت واحد مع واحد الصديقه ديالي، بالحق هذا العام كنت كنقلب على علاش كاين شي جمعيات فيهم الناس مسلمين كيقولوا زعما كيتجمعوا كلهم تما كتذبحي حاولك وكتديه. هذا العام هذا ما كاينش، كيفي انايا شريت الحاولي ديالي ديجا مذبوح ومقرد، يعني جبتو انا والبارح خشيتو في الثلاجه، عرفت راسي بانني انا في الصباح ما غادي ندير حتى شي حاجه، ما غندير والو، نتسنى الزوج ديالي حتى يجي لي مع ستة. دونك دابا هو قرب يجي، اول حاجه غادي نديرها البنات هي غادي نحاول ندير واحد السيروم لوجهي، لان انا كنخدم في البروده وجهي كينشف ليا، كندير واحد السيروم. هانتوما البنات السيروم ديال اوريفلام زوين، اللي بغاتو تخلي ليا كومونتير، وراه كاينه واحد لاغام كبيره، تخلي ليا كومونتير انا نوريها لكم. ما ديوش على داكشي للور، انا غادي نجمعو دابا، تخلي ليا كومونتير لان كنت كنوجد داكشي ديال العيد هو الاول، تخلي ليا كومونتير. ها نتوما البنات هاد لاغام فيها شحال حاجه، تخلي ليا كومونتير وانا نخلي لكم النمره ديال السيده. كاين لي كريم دو نوي، كريم دو جور، كاين واحد لو سوان ديال لو فيزاج، المهم فيهم كريمات زوينين. بغيت دونك دابا غادي ندير هاد السيروم هذا، انا كندير البنات هذا ديال سيفورا، دونك ما كاينلاش اصلا بلا ما ندير فوند طون حتى شي حاجه. البنات غادي تفاجئوا، فينا هو البوني؟ البوني مشى، الله على راحه. قلت لكم تسناوني شويه غير نزيد يطوال ليا شعري، وانا غنحيد لكم، غادي نحيد البوني حيت شحال واحد شحال واحد ما فهم والو، كيقول لك كيفاش هي كتلبس هكا ودايره بوني. البنات راه كنت غير مغطيه شعري من الشمس، راه شعري من فسميتو شعري، راه كياكل العصا ملي كيكون ناشف، وعاد هذا راه ماشي شعري فوق البنات، راه غير زايده ليكستونسيون. هانتوما ماكياجي خفيف ظريف البنات، غنزيد غير واحد تحيله وصافي. صافي البنات، الله يخلف. شويه ديال الماسكارا، هذه ديال الماسكارا البنات كنخدم، عندي جوج، وحده ديال الايسونس وحده ديال ايفغوشي. ديال الايسونس كدير ما صدقات لياش، وهذه ما كديرش، ولكن ما كتهزش الشفر مزيان،
صافي بركة يلاه البنات ندخلوا الكوزينة. الله يا خوتي عرفتي شنو نوع البنات وحق الله هجر من ديك النوع اللي كيبغي يصلخ الحاولي يغسل الكاشا يسيق داك الشيء ولكن ربي زعما ربي اللي عالم هاد العام هذا ما لقينا لي جات ما عليناش بغيف 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 يلا ندخلوا للكوزينه باش نوجدوا القطبان ديالنا محيليكم نسيت ما قلت لكم محيليكم في الاول. هنا البنات هنا البنات هانتوما هنا البنات قطعت لي بروشيت ديالي وحاولت ندير لهم تتبيله بزاف درت لهم نقامه لان اللحم ديال فرنسا ما الحاو ديال فرنسا الصراحه ما كتكون فيه لا بنه لا مذاق الا ما بزرتيش عليه ما يعطيش البنه. دونك شنو درت البنات قطعت القزبور قطعتو القزبور حكيت فيه الثومه درت الملحه الابزار سكينجبير شويه الخرقوم البلدي ودرت واحد اللقامه ديال باربيكيو هذه كتبع هنا حنا في لو سوبر مارشي كتكون لقامه ديجا مخلطه هي زدتها معاها وصافي البنات غادي نقطع غير شويه ديال الزيت البلديه هنايا شويه ديال البنات شويه الزيت البلديه وشويه ديال صوص الصوجا على حسب واش نتوما كتبغيوها بصوص الصوجا ولا لا انا كنزيد ديما اللحم مع الصوص ديال الصوجا غادي نخلي هادشي يتبل ويطرقد مزيان قبل ما نوجد التقليه ديالي. البنات غادي نشارك معكم انا تيسحب لي واش كنصور وانا ما صورت والو غادي نشارك معكم كيفاش كنغسل الكرشه. درت الماء سخون هنايا درت فيه هاد الخماره هادي ودرت فيه شويه د الخل عندك هاد الخل هذا ديري عندك الخل الابيض راني درتو درت هاد الخل هذا غادي نخليها ان شاء الله واحد 10 ديال الدقائق بعد ما نشوي الكبده وغادي نرجع ليها ان شاء الله باش غادي نحكها. البنات كما قلت لكم راه الحاولي ديالي انا جبته البارح عرفت راجلي خدام كما عاودت لكم القصه قبيله دونك جبته البارح وخشيتهم في الفريغو من خدمت انا بالليل جيت مع ديك جوج الصباح رجعت من الخدمه صافي جبتهم وحطيتهم في الثلاجه لتحت كيفي الكبده انا من خشيتها في الفريغو ولات ليا في هذا اللون هانتوما هي زوينه راه ماشي خايبه غير انا الكبده ما كتخشاش في الفريغو انا خشيتها في الفريغو حيت ما بغيتش نخليها غير تحت. المهم البنات هذه هي اللي غنديرها مع الكرشه الشكامبه هذه غادي نمشي نديها نشويها هكا صحيحه وغادي نقطع القلب حتى هو باش غنديروا بروشيت ان شاء الله. البنات ها هي الكبده ديالي انا شويتها نص شويه يعني شويه في ديال الطو ماشي هي ديال الفخر غادي نقرضها وهانتوما معايا. البنات هنا من شويه الكبده درت فيها نص طيبه هي والقلب زدت عليها لقامه والزيت البلديه ودابا غادي نشرملها من غادي نشرملها البنات غادي نلويها في الشحمه. البنات هنا غادي ندير شي شويه ديال الشحمه غادي نلوي على الكبده كامله انا بولفف هو هذا الا ما كانت فيه الشحمه انا ما يعجبنيش نشوف راجلي ما كيبغيش صراحه الله الشحمه دونك راجلي هو يوهان وغاين ما غاديش ندير لهم الكبده فيها الشحم لي بروشيت سي تو بلي يوهان لا لا Tu veux pas, normalement, toi, tu veux pas le foie avec. Non, je mange pas le foie. Ah, c'est le chnogad. Oui, il y a aussi un collet de chicken, mais le bouhdi. Je mange très peu le foie, c'est rare. Bah, est-ce que tu veux le foie avec les brochettes ou pas? Oh, bah, fais-moi-en une pour essayer. Avec la graisse ou pas? Si tu veux. Avec des graisses? Ah, si tu veux, on va essayer. Benaz, Allah, mais tu es bouche. À la méchante. صراحة بول في البنات كما كنقول لكم هو الشحمة كنبغيها هكا
كيحيدها تيخليها حتى كتشوى مع الشحمه وعاد كيحيد ديك الشحمه كياكل غير الكبده. هانتوما البنات غادي نبقى صافي تنعمر الصفاف الصفاف ديالي نعمر بعدا ريان ريونه حبيبي ديالي سفيفدو غير بكبيده هكا بلا شحمه ترى يا ما كياكلش الكبده غير غنجربها وصافي. بغيت هاد الشوايه ديال كندير فيها داك الباربيكيو قوت الكمون بالنسبه للكبده درت غير هذا انا خبت ما يبغيوش هما صدق دايره بزاف. البنات لا سالاد ديالنا شنو درنا المايس ثم الطون ديال الزيت المايونيز الملح والزعفران صافي وبس. انا شاركت معكم الطاري المتواضع البنات شحال بنينة البنات شكون هي اللماقة بحالي هانتوما عرفتي كتجي غزالة 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 البنات هادي شفتها من واحد الريستورون ديال الشينوا البنات وهاهي طبيلتنا المتواضعة كيما موالفهجة كتبارطاجي معاكم حاجة زعما أي حاجة كنبارطاجيها معاكم ها هو بولفاف ديالنا ها القطيبات ديالنا زدت معاها انسلاط شويه د الفريت البنات صافي وهالبلد داتاي ديالنا ها هو وشويه د ليصوص اللي بغا وراجلي قال لي بلي ما ديري التقليه دابا حتى غدا ان شاء الله وغادي نديروها. البنات بارطاجيت معكم طبيلتي فيت في كنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وغدا ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله وسمحوا لي هاد يومين ما قدرت ندير لكم والو لان كانت عندي الخدمه مزيره. يلا باي باي عليكم وعيد مبارك سعيد ويدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وبسلامة عليكم دي باي باي السلام عليكم يشانيكم مكيبيكا دابا هو مسكين حيت ما كيعرفش يهضر العربيه كيتخير راسو هكا كيهضر مسكين. يلا بالسلامة عليكم وتتقولوا لي كي جيت هكا واش هكا ولا نرجع لهوني. يلا باي باي عليكم ام حليتو